الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. الصحيح الأول هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب حسية كالدواء وشرعية رقية شرعية. هذا الأخ لديه ألم في بطنه فأخذ يقرأ على بطن الفاتحة، سبب أو لا؟ سبب شرعي رقية شرعية. وهذا الأخ أخذ شيء من النعناع، شيء من الأعشاب، وضع عليه شيء من الماء الحار وشرب، سبب؟ سبب. أو أخذ دواء مثلا وشرب، سبب محسوس. تمام؟ إذن هذا القسم الأول، يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية رقية كالرقية، حسية كالدواء. الثاني، بعض الناس هدانا الله إياه يعلق على البيت، على السيارة، على الأولاد أشياء، منها رأس ثور، رأس أسد، حوت، عين، كف، حافر الفرس، بعض الأشجار، بعض الخرق، بعض الكتابات، بعض القطع التي تكون من الحيوانات الميتة، جلود كذا. أو يكتب بعض الكتابات على البيت، يكتب عين الحسود لا تسود مثلا. لماذا يا أخي تضع هذه الأشياء؟ قال لأنها جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب لدفعين. نقول هذا شرك أصغر. وإذا قال لا، هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين، هذا شرك أكبر. يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد، لديه دور بيوت، صحيح؟ لديه دواب، ما وضع شيئا من هذا، ولا الصحابة رضوان الله عليه. فلماذا نضع نحن؟ من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى. وتوكل على من؟ قال على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن لا يمكن أن نصنع هذه الأشياء، وهذه كثيرة موجودة عندنا في هذه الأيام، لابد أن نحذر ونحذر منها، والله أعلم.